العافية عليكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم بفقرات حلقة هذا اليوم من صباح كربلاء. الحمد لله أخذنا طاقة إيجابية من خلال دعاء يوم الأحد ومن خلال هذا الفاصل الصباحي. شكرا للأستاذ المخرج على اختياره. نبدأ بأولى الفقرات، هي فقرة ثقف نفسك. مثل ما تعرفون في فقرة ثقف نفسك احنا دائما نسلط الضوء على الدراسات الجديدة، سواء دراسات علمية صحية ثقافية. اليوم إن شاء الله راح نتوصل أو راح نتعرف على دراسة جديدة تقول إن الأصدقاء، وهذا هاي الابتسامة مع أم ضد هذه الدراسة يا سوزان؟ نوعا ما، يعني شوفي الأمهات يعني اللي يستمعون الآن، ممكن أنت ذكرتي أنه أكثر أمراض القلب ممكن تقل بنسبة 30%، لكن أمهاتنا اللي نسمعها من عندهم واللي تربينا عليه أنه يكونون ممكن أمراض القلب كلها بسببكم، بسبب مشاكل العائلة، بسبب مشاكل الأطفال، فممكن راح يرفضون هذا الموضوع. وما لا شوفي، هي هاي الدراسة شو تقول؟ يعني آنسة اللي عرفته من هاي الدراسة، يعني إذا أنت اليوم بنيتي العلاقات الاجتماعية مع ناس ذو أهل لهذه العلاقة، أصدقاء يطوج في الطاقة حيوية، اليوم أنت مثلا مكتئبة تطلعين ويا صديقة، الصديقة تكون أي صديقة عندها ممكن طاقة إيجابية، عندها طاقة حيوية، أنت يعني أوتوماتيكيا راح تتقمصين شخصيتها، راح يكون عندك تفاؤل، راح يكون عندك ابتسامة. أما العكس إذا أنت منها كئيبة وطلعت ويا صديقة هالدورة تزيدك من الطيب، بس الصديقة مو تدي كرسي، الصديقة أقدر أتحكم بيها، ممكن أغير إذا كانت كئيبة أروح ويا الإنسان اللي ممكن تعطينا طاقة إيجابية. لكن الزوج اللي ممكن يكون ما تعرفين، ممكن خلينا نقول هي قسمة ونصيب، ممكن يكون مو مثل ما هي تتمنى. يعني الذرية كذلك، يعني هي أيضا مش قد ما نقول إحنا نربيهم وإحنا نحاول إنه نعلمهم الصح والخطأ، لكن هو يبقى توفيق من الله سبحانه وتعالى بهذه الذرية. نسأل الله أنه تكون مثل ما ذكرتي، مريحة للقلب، وإن شاء الله نشوفهم مثل ما إحنا نتمنى وأكثر إن شاء الله. إذن السلام إن شاء الله لجميع. إن شاء الله.